السلام عليكم. ان شاء الله شباب، النهارده نتكلم مع بعض عن الفيرتشوال ميموري، اخر موضوع في موضوع الميموري مانجمنت. افكركم ايه اللي احنا كنا قلناه في الفيرتشوال ميموري المره اللي فاتت. كنا قلنا كده ان احنا عايزين يبقى الميموري لوجيكالي اكبر من الافيلابل فيزيكالي، وفي نفس الوقت عايز الميموري تبقى لوجيكالي كونتيجوس بالنسبه للبروسيس حتى لو كانت فيزيكالي نون كونتيجوس. وكنا قسمناها لايه؟ قسمناها لبيجز، وكل بيج ليه مقابل فريم، والموضوع اللي احنا اتكلمنا عليه المره اللي فاتت. ايه موضوع النهارده؟ زي نفس الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي، ان الفيرتشوال ميموري ان احنا عايزين نعمل كده سيباريشن من اللوجيكال ادرس سبيس منها للفيزيكال ادرس سبيس، بحيث ده يبقى شكل وده يبقى شكل. واتفقنا كده ان عمليه الترانسليشن هتبقى من خلال البيج تيبل اللي تقول لي كل بيج للبروسيس موجوده فين بالظبط از فريم. لكن كمان عايزين نحسن الموضوع ده النهارده شويه كمان، ان احنا نقول طيب، يعني المره اللي فاتت احنا كنا قلنا ايه؟ قلنا ان البروسيس لو ليها اربعه بيجز فانا عايز اوفر لها في الميموري اربعه فريمز، مش كده؟ لا، النهارده ممكن كمان نضحك على البروسيس ونديها بس جزء من الميموري اللي هي محتاجاه. يعني هي تبقى عايزه اربعه بيجز لكن انا اديها ثلاثه فريمز، اديها اثنين فريمز، وهكذا. وبالتالي بنقول كده ان هيبقى on النهارده only part of the program needs to be in memory for execution، وده يسمح لي ان اللوجيكال ادرس سبيس هيبقى اكبر كبير كتير جدا من الفيزيكال ادرس سبيس اللي فعليا موجوده في الايه؟ موجوده في الكمبيوتر. يعني انت الكمبيوتر بتاعك لو فيه 4 جيجا، لو سيادتك شفت البروسيز اللي موجوده عندك في التاسك مانجر هتلاقي ان هي محتاجه اكتر من ال 4 جيجا دول. طيب ازاي اللوجيكال ادرس سبيس بيبقى اكبر من الفيزيكال ادرس سبيس؟ القصه دي بتتم عن طريق سوابنج، وده اللي عايزين نتكلم عليه النهارده بقى بالتفصيل، ان احنا عايز اعمل كده الجوريزمات تو سواب فروم تو الايه الميموري. يعني ايه القصه دي بس الاول قبل ما نبدا نتكلم على التفاصيل؟ يعني احنا المره اللي فاتت كنا قلنا ان انا لو عندي فيرتشوال ميموري الهارد درايف زي ما اتفقنا كده، هاخد منه ايه؟ هاخد منه جزء. الجزء ده هتعامل معاه على انه رامات، وهجهز فيه الايه؟ وهجهز فيه البيجز بتاعتي. يعني انا المره اللي فاتت، عشان بس هنعدل الكلام ده في المحاضره دي، ان انا لو عندي بروسيس مثلا بي 1 محتاجه 4 بيجز، فالمفروض ان انا في الفيزيكال ميموري اكون مجهز لها سام وير، مش لازم يكونوا جنب بعض بقى، سام وير يكون ده مثلا هنا دي البيج رقم واحد، البيج رقم واحد هنا، البيج رقم اتنين هنا، هي موجوده از فريم ولكن في المكان ده، 3 و4 موجودين هنا وموجودين هنا. ده اللي احنا قلناه المره اللي فاتت. لكن احنا فعليا النهارده هنقول لا، البروسيس ممكن هجهز لها الاربعه بيجز اللي هي عايزاهم في الفيرتشوال ميموري، ولكن مش لازم اديها الاربعه دول في نفس الوقت وهي شغاله على الايه؟ وهي شغاله، ممكن اديها بس 3، يبقى انا هديها 3 اماكن. وهي تبدا تتصرف خلال الثلاث اماكن دول علشان تشغل الاربعه بيجز اللي احنا ايه؟ اللي احنا هنتكلم عليهم. يعني مثلا هي لو احتاجت 4، انا عايز ادور دلوقتي اشيل 1 او 2 او 3 واحط مكانها 4، اشيل اقول لك 4 هنا، طب احتاجت دلوقتي 3، ممكن 3 اجيبها مكان 2 وهكذا. وبالتالي هي هتتصرف بس خلال الايه؟ خلال الثلاث اماكن او الثلاث فريمز اللي انا هديهم لها. القصه دي هتتنظم ازاي؟ هو ده اللي هنتكلم عليه النهارده. عمليه الفيرتشوال ميموري بتتم ازاي؟ احنا قلنا يمكن الكلام ده المره اللي فاتت، يا اما عن طريق البيجنج او عن طريق سيجمنتيشن. البيجنج لو بروسيس بسيطه، سيجمنتيشن لو البروسيس نفسها مكونه من اكتر من سيجمنت، واتفقنا ان كل سيجمنت هي ايه؟ هيبدا يتقسم لبيجز بشكل مستقل، اللي هي كان اسمها سيجمنتيشن ويز بيجنج. طيب القصه دي هتمشي ازاي؟ في عندنا حاجه اسمها الليزي سوابنج. يعني ايه الليزي سوابنج؟ يعني انا هجيب بس البيج اللي البروسس عايزاها في الميموري. لو البيج دي البروسس مش عايزاها في اي وقت، هفضل سايبها في الايه؟ هفضل سايبها في الفيرتشوال ميموري، مش هجيبها عندي في الميموري. ده هيؤدي لليس اي او، عمليه النقل هتبقى اقل، وهيبقى ليس ميموري، ان هي مش محتاجه. لو هي محتاجه 4 بيجز انا مش هديها 4 فريم، هديها 3 بس او هديها 2 بس. وبالتالي ده هيسمح ان انا يبقى عندي اكتر من ايه؟ اكتر من بروجرامز، اكتر ممكن ابدا اشغل بروجرامز اكتر وهكذا. طيب القصه دي تتم ازاي؟
ولا حاجة، عايزين إيه نعدل كده اللي إحنا قلناه المرة اللي فاتت، إن إحنا عايزين نزود مع البي جي تيبل فلاج صغير جدا، بس هيبقى دور مهم جدا. تعالوا قبل ما نبدأ نتكلم في المحاضرة، تعالوا نفهم الإيه، نفهم الموضوع ده. إحنا دلوقتي عندنا هنا تو بروسيس، نفهم بس الإيه الرسمة اللي قدامنا دي، بعد كده نبدأ نتناقش. هنا أنا عندي الفيرتشوال ميموري، وفي عندي تو بروسيس، عندي بروسيس بي 1 وعندي بروسيس بي 2. بروسيس بي 1 عايزه 4 بيجز، وبروسيس بي 2 عايزه 2 بيجز، لكن انا الفيزيكال ميموري الافيلابل اللي عندي هي فيها 4 اماكن بس. لو سيادتك تبص كده، انا عندي 4 اماكن، لكن البروسيس اللي عندي هي محتاجه كام؟ محتاجه 6. طب ازاي اشغل البروسيس بي 1 وبي 2 على 4 اماكن بس؟ فأول حاجة سيادتك لازم تقول لي كده، لازم يبقى عندنا حاجة اسمها البي جي تيبل، كل بروسيس لازم يكون ليها البي جي تيبل، يعني ده البي جي تيبل بتاع بي 1 وده البي جي تيبل بتاع بي 2. بس هنلاحظ هنا بقى في حاجة، البي جي 0 بتاع بروسيس بي 1 دي موجودة هنا. طيب والبي جي 1، البي جي 1 موجودة في المكان في الفريم 2. طب والبي جي 2، البي جي 2 مش موجودة خالص. طب والبي جي 3، البي جي 3 موجوده. المابنج بتوين 0 1 2 3 هنا والاماكن اللي هي ارقام الفريمز هنا دي هتتم من خلال الايه؟ من خلال البي جي تيبل اللي احنا اتفقنا عليه، ان هنا البي جي 0 موجوده في الفريم 0، البيج 1 موجوده في الفريم 2، البي جي 2 مش موجوده. طيب لما احتاجها اعمل ايه؟ لازم اشيل واحده من الثلاثه اللي موجودين دلوقتي في الميموري واجيب مكانها البي جي 2 دي. مثلا في بيج 2 هنا سيادتك هتلاقي ان انا عندي هنا 2 بيجز، لكن انا مديها فريم واحده بس، اللي هي الفريم الايه؟ الفريم اللي هي 2 0 دي، اللي هي بالنسبه لي هي مقابله للبيج 0. اذا البيج 0 موجوده هنا في فريم 1، بيج 0 موجوده في فريم 1. البيج تيبل هو اللي ايه؟ هو اللي يقول لي الكلام ده. لكن انا وانا بشتغل، انا دلوقتي افرض عايز اعمل اكسكيوشن لانستراكشن في بيج 2 هنا. طب بيجي 2 مش موجوده في الميموري، فاعمل ايه؟ هعرف منين الاول ان هي موجوده ولا مش موجوده؟ لازم ازود عندي بيت زياده، البيت ده انا اسميه حاجه اسمها valid invalid bit، يعني الفي اللي احنا هنكتبها دي هيبقى المقصود بيها حاجه اسمها، سوري، حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها valid invalid، يعني منه اقدر اقول البيجي دي موجوده ولا لا. خليكم فاكرين بس معلومة احنا قلناها المرة اللي فاتت وهقولها دلوقتي تاني، ان البروسيس اول ما تيجي تشتغل انا هديها كل البيجز اللي هي عايزاها في الفيرتشوال ميموري، لكن مش هديها كل الفريمز اللي هي عايزاها، خلاص؟ وبالتالي البروسيس بتبقى موجودة بالكامل الاول، لازم اسكنها بالكامل الاول كده في الفيرتشوال ميموري قبل ما ايه؟ قبل ما ابدا احولها لفريمز. طيب عشان كده الفي دي هي اللي هتقول لي مين من البيجز دي موجودة فيزيكالي ومين مش موجودة فيزيكالي. يعني انت سيادتك شايف كده ان بيج 0 موجوده، وبالتالي الفاليد بتاعها بكام؟ الفاليد بتاعها بواحد. البيج 1 موجوده از فريم، اذا الفاليد بتاعها بواحد. البيج 2 مش موجوده، اذا الفاليد بتاعها بصفر، وهنا هتبقى الفاليد بتاعها بكام؟ بواحد. نيجي كده لبروسس بي 2، برضو الفاليد انفاليد بيت بتاعها هيبقى عباره عن ايه؟ بيج 0 موجوده في الميموري في فريم 1، وبالتالي الفاليد انفاليد بيت بتاعها بواحد، لكن دي هتبقى الفاليد انفاليد بيت بتاعها بصفر. يبقى احنا كده انا اقدر اول ما تيجي البروسيس عايزه تشغل انستراكشن في اي بيج من دول، انا الاول اروح ابص على البيت دي، والله لو البيت دي بواحد اذا البيج ده موجود في الفريم، وبالتالي ابدا اعمل انستراكشن على طول، ابدا اعمل عمليه الترانسليشن اللي احنا قلنا عليها المره اللي فاتت عشان اعرف فيرتشوال هي رقم كام وفيزيكال هي رقم كام، اللي هو ترانسليشن من خلال البي جي تيبل. طيب يبقى هي لو بواحد هي موجوده مباشر وابدا ايه؟ وابدا اشتغل. طب وهي لو بصفر؟ هي لو بصفر لازم اعمل ايه؟ لازم الاول اشيل واحده من اللي موجودين هنا واجيب ايه؟ واجيب اجيبها مكانها. يعني انا دلوقتي عايز اكسكيوت انستراكشن في بي جي 2. طب بي جي 2 البيت بتاعها بصفر، لازم اعمل ايه؟ لازم اروح اختار ما بين دي ودي ودي مين فيهم يتشال ويجي مكانه بي جي 2. هنتكلم على القصه دي والترتيب بتاعها دلوقتي بيتم ازاي حالا اهو. وبالتالي بس نقول كده ان البيج، انا البروسيس وهي شغاله، لو احتاجت بيج
بتبص على الريفرنس بتاعها. الريفرنس بتاعها هنا هو الفاليد انفاليد بيت اللي احنا قلنا عليه ده. لو كان هي بتريفير لحاجه اصلا مش موجوده في الميموري، فانا ده بالنسبه لي بيبقى ايرور. لكن لو هي نوت ان ميموري، مجرد ان انا بحولها ايه، اوديها للميموري. عشان كده زي ما اتفقنا كده هنزود في البيج تيبل بتاعنا الفاليد انفاليد بيت، ده يقول لي الفريمز دي او البيجز دي موجوده از فريم، لكن دي مش موجوده از فريم. لما البروسيس بتيجي تطلب بيج وبتبقى مش موجوده از فريم، دي احنا هنسميها حاجه اسمها بيج فولت. البيج فولت دي بتتطلب ان لازم البروسيس تنتظر شويه لغايه لما الاوبريتنج سيستم يشيل واحده من الفريمز اللي موجوده ويعمل عمليه السوابنج اللي هنتكلم عليها دلوقتي. يبقى احنا نقول كده ان البيج فولت ده بالنسبه لي زي انتربت كده، في تراب، في حاجه حصلت وقفت البروسيس كده وقت شويه لغايه لما يحصل عمليه الايه؟ لغايه لما يحصل عمليه السواب دي. فبنقول كده if there is a reference to a page، اول حاجه سيادتك هتعملها ريفرنس، يبقى الاوبريتنج سيستم هيقف كده لغايه ما يتشيك الفاليد انفاليد بيت بتاعتها. لو هي مش موجوده في الميموري ايه اللي هيحصل؟ هيبدا يدور على فريم فاضي ويبدا يعمل عمليه سواب. يعني ايه؟ يعني احنا زي ما احنا قلنا حالا اهو، ان انا دلوقتي عايز بي جي 2، بس بي جي 2 انا رحت للفاليد انفاليد بيت بتاعها لقيته ان هو بكام؟ لقيت ان هو بصفر. يبقى انا لازم استنى شويه لغايه لما الاوبريتنج سيستم يشيل واحده من الثلاثه اللي موجودين دول عشان يجيب مكانها ايه؟ عشان يجيب مكانها البي جي 2، وبالتالي دي هتتقلب لواحد، واحده من الثلاثه دول هتتقلب لصفر على حسب هنقرر مين بقى اللي هت ايه؟ اللي هتتشال. خلاص؟ يبقى احنا بنقول كده اول حاجه هندور على امتي فريم سواب وريسيت الايه؟ وريسيت التيبل، اخلي الفاليد بيت بايه؟ الفاليد بيت بواحد. خلاص؟ يبقى القصه ملخصها كالاتي: الاوبريتنج سيستم المفروض ان هو شغال، كل انستراكشن هيبدا ينفذه في البروسيس لازم الاول يروح يبص للبيجي تيبل. لو كانت البيجي تيبل دي موجوده از فريم يرجع اكسكيوت تاني ريفرنس، دي موجوده از فريم، ويبدا يلوب هنا طالما البيجز موجوده اوريدي از فريم. طيب ولو ما كانتش موجوده يبدا يقف ايه؟ يبدا يعمل تراب كده انتربت يوقف فيها البروسيس، ويبدا يدور على امتي فريم في الفيرتشوال ميموري، ويجيب الفيرتشوال ميموري دي في الفيزيكال ميموري اللي عندنا، ويغير الفاليد انفاليد بيت بتاعت الفريم اللي احنا جبناها دي خليها بواحد، ويرجع يكمل ايه؟ ويرجع يكمل اكسكيوشن. طيب بس القصه دي يعني مزعجه شويه، ممكن تبقى بطيئه شويه بالنسبه للبروسيس. ليه؟ لان عمليه الكوبي ان انا اقعد انقل داتا من الهارد للميموري واقعد اعمل عمليه السوابنج، القصه دي بتاخد وقت. سرعه الرامات بالنسبه لسرعه البروسيسور بطيئه جدا، وبالتالي قصه السواب المتكرر ده ممكن ايه؟ ممكن يعطل البروس بشكل او باخر. عشان كده الناس فكرت فكره قالت لك طيب احنا البروسيس كلها في الاساس موجوده في الفيرتشوال ميموري، يعني انا البروسيس بي 1 كلها موجوده هنا، بروسيس بي 2 موجوده هنا، انا باخد بس جزء منها هو ده اللي اوديه للفيزيكال. طيب هل لما سيادتك وديت جزء ده وديته للفيزيكال ده بالنسبة لي كوبيز، مش كده؟ يعني أنا ده هو كوبي من ده، ومثلا B11 ده كوبي من ده، B13 ده كوبي من ده. طيب هل لو أنا دلوقتي قررت إن أنا أشيل B10، هل محتاج أرجعها تاني للميموري، ولا النسخة اللي في الميموري هنا تكفي، النسخة اللي في الفيرشوال هنا تكفي؟ فقال لي سيادتك ده يعتمد هل حصل تشينج، هل النسختين دول زي بعض ولا مش زي بعض. يعني إيه؟ يعني سيادتك ممكن أول ما عملت لود B10 وديتها للفيزيكال حصل تشينج هنا، دي داتا. الداتا هنا سيادتك غيرت فيها بشكل او باخر. وبالتالي لما سيادتك تحب تفضي B10 عشان تجيب مكانها حاجه ثانيه، محتاج ان انت ترجع B10 ثاني في ايه؟ في مكانها في الفيرتشوال. طب لو ما حصلش عندها تشينج، انت سيادتك ممكن تعمل لها ديليت وخلاص انت مطمن ان النسخه دي زي النسخه دي، وبالتالي ما فيش داعي ان انا اعيد كتابتها ثاني، ده هيوفر بالنسبه لنا ايه؟ هيوفر بالنسبه لنا تايم. طيب نظبط القصه دي ازاي؟ قال لك زود كمان بيت عندك في البيج تيبل سميه الديرتي بيت او الموديفاي بيت. الدي ده هنزود بيت زياده كده عندنا، ده اسمه الديرتي بيت.
الديرتي بيت ده عباره عن ايه؟ هو معلش هو اسمه كده بيبقى موجود كده في الايه؟ في الكتب. الديرتي بيت ان لو سيادتك بعد ما نقلت البي جي دي از فريم هنا، لو حصل اي موديفيكيشن على دي، الديرتي بيت بتاعتها تبقى بكام؟ الديرتي بيت بتاعتها تبقى ب1. يبقى اول ما سيادتك بتجيب دي هنا، الديرتي بيت بتاعتها بصفر. بصفر معناها ايه؟ معناها ان الاثنين دول ايدنتيكال. معنى كده لو انا حبيت اشيل دي من الفيزيكال ميموري، انا همسحها مباشر لان النسخه الاصليه موجوده عندي. يبقى هي في الاول بتبقى بصفر، كل الديرت بيتس بتبقى بصفر. لو سيادتك هتعمل موديفيكيشن على فريم معين، الديرت بيت بتاعتها تبقى بواحد، وبالتالي انا بقيت عارف ان دي انا لازم ارجع النسخه اللي موجوده في الفيزيكال ميموري، اعمل لها كوبي تاني على النسخه اللي موجوده في الفيرتشوال ميموري. عشان سيادتك بس تخيل القصه دي بتظهر فين، تخيل كده ان سيادتك فتحت فايل وورد، وانس ان سيادتك فتحته قفلته تاني، خلاص مش هيسالك على سيف، مش هيسالك على اي حاجه خالص. ليه؟ الديرتي بيت بتاعته بصفر، سيادتك ما عملش اي موديفيكيشن على الدوكيمنت، وبالتالي هو بقى عارف ان ما فيش اي حاجه حصلت في الدوكيمنت دي. لكن تخيل كده لو سيادتك عملت بس سبيس، يعني سيادتك ضغطت سبيس وبعد كده عملت ايه؟ عملت باك تاني، عملت يعني مسحت السبيس اللي سيادتك كتبتها، يعني رجعت الفايل فاضي تاني. لو سيادتك جيت قفلت الفايل ساعتها هيسألك سيف ولا ايه ولا نوت سيف. ليه؟ التشينج اللي سيادتك عملتها دي خلت النسخه اللي موجوده في الفيزيكال غير النسخه اللي موجوده في الفيرتشوال، الديرتي بيت بتاعتها بقت بواحد، وبالتالي لازم يرجع الايه؟ يرجع البيج دي تاني. دي هتوفر لنا وقت كتير جدا، ان احنا لو عايزين نفضي المكان ده هل اعمل له كوبي هنا تاني الاول ولا مجرد ان انا امسحه بشكل ايه؟ بشكل مباشر. خلاص؟ ده كده هيوفر لنا وقت. لكن اللي عايزين نتناقش فيه دلوقتي عمليه السوابنج نفسها بتتم ازاي؟ السوابنج يعني البيج اللي قرر ان انا اخدها امسحها واجيب مكانها بيج تانيه. يعني اللي احنا عايزين نتكلم عليه تحديدا دلوقتي ايه؟ انا دلوقتي محتاج البيج 1 2 دي تاني. ازاي اقرر هشيل 1 0 ولا 1 ولا 3 عشان اجيب مكانهم 2؟ احنا عايزين على قد ما نقدر ان انا لما اطلب بيج الاقيها از فريم، مش كده؟ بحيث ان عمليه التبديل دي تكون اقل ما يمكن. القصه دي بنسميها الشباب حاجه اسمها البيج ريبليسمنت. البيج ريبليسمنت ان انا بريبليس بيج مكان بيج تانيه. في عندنا الجوريزمات عايزين نتكلم عليها في موضوع البيج ريبليسمنت دي. هدفنا ايه في الالجوريزمات دي؟ ان انا يبقى عندي اقل بيج فولت ريت، يعني كل ما اطلب بيج الاقيه از فريم على قد ما اقدر، وبالتالي عمليه التبديل دي تكون ايه؟ اقل ما يكون. عشان نجرب الالجوريزمات دي هنعمل حاجه اسمها ريفرنس سترينج. ايه الريفرنس سترينج؟ تخيل كده ان انا عندي بروسيس، البروسيس دي مكونه من 5 بيجز وهي بتشتغل فيهم بالترتيب ده. يعني عايز الاول بيج 1 ثم بيج 2 ثم بيج 3 ثم 4 ثم ترجع تاني ل 1 ثم 2، في عمليه اكسكيوشن، في عمليه 4، في عمليه اي حاجه، فهي الترتيب اللي هي عايزه بيه البيجز ده احنا بنسميه الريفرنس سترينج. وعايزين نشوف كده الريفرنس سترينج ده هيطلع لي كام بيج فولت، وهدفنا في الالجوريزمات ان نطلع اقل عدد ممكن من الايه؟ من البيج فولت. تعالوا كده نجرب ونشوف القصه دي بتتم ازاي. تخيل كده ان انا عندي الريفرنس سترينج ده، بس اول سؤال لازم نساله هو الاوبريتنج سيستم هيديني كام فريم؟ ممكن يديني 2 فريم بس، ممكن يديني 3 فريم، ممكن يديني 4 فريم، وهكذا. كل واحده منهم هيبقى ليها ايه؟ هيبقى ليها حسابات بتاعتها. يعني لو قلت لك كده البروسيس دي الاوبريتنج سيستم اداني 5 فريمز، يعني هي مكونه من 5 بيجز من 1 ل 5، والاوبريتنج سيستم كتر خيره كده ادانا 5 فريمز، خلاص. وبالتالي سيادتك هتقول لي ايه؟ الاول فريم زي ما اتفقنا تبقى فاضيه خالص. انا طلبت دلوقتي بيج 0 فقمت مسكنها از فريم، بيج 2 سكنتها از فريم، بيج 3، بيج 4 مش كده، ثم بيج 1 لقيتها في الميموري ما عنديش مشكله، بيج 2 لقيتها في الميموري ما عنديش مشكله، بيج 5 مش موجوده، عندي مكان فاضي. طيب بيج 1 لقيتها، بيج 2 لقيتها، وبالتالي هنا انا ما عنديش اي، خلاص بعد ما عملت اللود لخمسه ده ما عادش عندي اي بيج فولت، اي 1 2 3 4 5 كلهم بقوا موجودين في الميموري. كده عدد البيج فولت اللي حصلت في الحاله دي هي 5 بيج فولتس.
ليه؟ عشان انا الاول ده كان فاضي، وكل ما اطلب واحده وما الاقيهاش دي بعد وان بيجي فولد. يبقى احنا نقول تاني كده لو انت سيادتك، يعني ايه نقولها تاني؟ الاول الميموري بتبقى فاضيه والبروسس بتطلب البيج رقم واحد، طب هو مش موجود دلوقتي، خلاص اعمل له لود. كده احنا عدينا وان بيج ايه، وان بيج فولد. طيب اتنين، طيب تلاتة، طب اربعة، طيب واحد موجود خلاص، اتنين موجود خلاص، خمسة موجود مش موجود لود، واحد بقى موجود، اتنين موجود، تلاتة موجود، فاحنا عدينا ايه 5 بيج فولد. لو انت سيادتك هتقول لي بس احنا لسه بنتكلم من شوية ان احنا مش عايزين ندي البروسيس كل الفريمز اللي هي عايزاها، يعني البروسيس دي هي عايزة 5 بيجز وانا اديت لها 5 فريمز. طيب انا مش عايز اعمل كده، انا عايز اديها اقل من الخمسة دول بحيث ان انا اوفر شوية في الميموري على قد ما اقدر، لان البروسيس ما بتحتاجش كل البيجز في كل الايه في كل الاوقات. هل ممكن نعمل حاجة بالشكل ده ولا لا؟ تعالوا نشوف. لو قلت لك لا انا هدي البروسيس دي 3 بيجز بس او 3 فريمز بس، الشغل هيبقى ازاي؟ بس سيادتك هتقول لي كده، الاول هي عايزه بيج 1 فهنعمل لها لود، ادي كده عدينا بيج فولد. 2 هنعمل لها لود، 3 هنعمل لها لود. طيب 4، 4 مش موجوده، لازم الاول دلوقتي اقرر ازاي هشيل واحد ولا اتنين ولا تلاتة عشان احط مكانها اربعة. فاحنا تعالوا نبدأ الاول كده زي ما ايه زي ما متعودين، نبدأ الاول بحكاية الفيرست ان فيرست اوت، يعني نبدأ بالالجوريزم كده فيرست ان فيرست اوت، اول واحد دخل هو اول واحد يخرج. وبالتالي دلوقتي عشان اسكن رقم اربعة، اول واحدة دخلت مين؟ هي رقم واحد، هشيلها واحط مكانها اربعة. طيب الخطوة اللي بعدها احتاجنا رقم واحد، هشيل مين؟ هشيل رقم اتنين واحط مكانها واحد. طيب احتجت اتنين، هشيل تلاتة واحط مكانها اتنين بالترتيب اللي هما ايه اللي هما داخلين بيه. طيب خمسة، هشيل مين دلوقتي؟ هشيل اربعة واحط مكانها خمسة. واحد موجودة خلاص، يبقى مش هعمل حاجة. اتنين موجودة خلاص، يبقى انا مش ايه مش هعمل ريبليسمنت. طيب تلاتة، تلاتة هشيل واحد واحط مكانها تلاتة. أربعة هشيل اتنين واحط مكانها أربعة. وخمسة بالنسبة لي إيه؟ وخمسة بالنسبة لي أوريدي موجود. كده أنا عملت كام بيج فولت؟ كده أنا عملت 9 بيج فولت. طيب هل لو كبرت الميموري المنطقي إن البيج فولت تقل ولا لأ؟ طبعا لو اقل عدد بيج فولدز بالنسبه لنا هنا هيبقى كام؟ هيبقى خمسه، مش كده؟ زي في الاكزامبل اللي احنا خل ايه اللي احنا شفناه من شويه، ان انا هدي البروسيس كل البيجز اللي هي عايزاها، وبالتالي اقل عدد من الفولدز هتبقى هي عدد البيجز اللي موجوده في الايه في البروسيس نفسها. لكن احنا مش عايزين نديها للكل، قررنا ندي لها 3 فريمز، طلعت 9 بيج فولدز. طيب لو اديت لها 4 فريمز، هل متوقع ان ده يقلل عدد البيج فولتس ولا لا؟ تعالوا نجرب. ما انت سيادتك كده لو جيت قلت لي ايه، انا هديها المره دي 4 فريمز، ونبدا نجرب نفس الفكره. يعني هقول لك كده، الاول واحد مش موجوده اعمل لها لود، اتنين مش موجوده، تلاته مش موجوده، اربعه مش موجوده، خلاص كده الاربعه دول لودد. هاجي دلوقتي واحد هلاقيها موجوده، اذا خلصت ايه ما عادش عندي مشكله في الواحد. طيب الاتنين برضو موجودة. الخمسة هشيل مين؟ هشيل واحد واحط مكانها خمسة، خلاص يبقى خمسة كده خلصنا منها. طيب واحد، واحد مش موجودة، هشيل اتنين واحط مكانها واحد. طيب اتنين، هشيل تلاتة واحط مكانها اتنين. طيب تلاتة، تلاتة دلوقتي مش موجودة، هشيل اربعة واحط مكانها تلاتة. طيب اربعة، هشيل مين؟ اربعة مش موجودة، هشيل خمسة واحط مكانها اربعة. طيب عايز خمسة، هشيل واحد واحط مكانها ايه؟ واحط مكانها خمسة. سيادتك لو عديت البيج فولتس دلوقتي عددهم كام؟ واحد اتنين تلاتة اربعة 10. يبقى انت فعليا احنا كبرنا عدد الفريمز، ده ما قداش ان عدد البيج فولتس يقل،
اللي حصل ان عدد البيج فولتس ماله زاد زي ما سيادتك شايف كده. البيهيفير الغريبه دي دايما بتظهر في الايه، في الفيرست ان فيرست اوت، ويمكن اتكلمنا على القصه دي قبل كده. طيب هل في الجوريزمات تانية افضل ممكن تحل لنا المشكله دي؟ تعالوا نشوف ايه، تعالوا نشوف مع بعض. افضل الجوريزم نحل بيه مشكله البيج ريبليسمنت الجوريزم اسمه الاوبتيمال الجوريزم، هو من اسمه ان هو اوبتيمال، ده كده افضل ايه، ده افضل الجوريزم. الالجوريزم ده بيشتغل ازاي؟ بيشتغل كده، بيقول لك replace page that will not be used for longest period of time. يعني سيادتك تدور على البيج اللي مش هتستخدم لفترة طويلة جدا في المستقبل. يعني سيادتك عشان تطبق الالجوريزم ده لازم تبقى عندك الريفرنس سترينج ده مسبقا، يعني البروسيس قبل ما تشتغل تقول لك الريفرنس سترينج بتاعها ده شكله عامل ازاي بالظبط عشان سيادتك تعمل حساباتك. يعني ايه الكلام ده؟ تعالوا كده ايه نجرب مع بعض. الالجوريزم ده بيقول لي الاتي، احنا هنشتغل دلوقتي على كام؟ هنشتغل برضو على 4 بيجز او 4 فريمز بقى. الالجوريزم بيقول لي الاتي، سيادتك الاول اللي بالاحمر ده فوق يا شباب ده كده هيبقى زي التايم، زي التايم كده اللي احنا شغالين عليه، الريفرنس سترينج نفسه اللي احنا شغالين عليه دلوقتي اللي هو الايه اللي بالازرق. فانا هقول لك كده، الاول انا عايز البيجز، بيج 1، بيج 1 مش موجوده فهبدا اعمل لها لود، بيج 2 هبدا اعمل لها لود في اماكن فاضيه، بيج 3 هعمل لها لود، بيج 4 برضه هعمل لها لود، بيج 1 موجوده ما عنديش مشكله فيها، بيج 2 موجوده، بيج 5 دلوقتي انا عايز اعمل لها لود بس عايز اقرر اشيل واحد ولا اتنين ولا تلاته ولا اربعه. الالجوريزم بيقول لي ايه؟ بيقول لي كده replace page that will not be used for longest period of time. يبقى لازم ابص على المستقبل، لازم ابص على الريفرنس سترينج اللي جاي، يعني اجي اشيل واحد اقول لك لا ده واحد انا كمان خطوه واحده هحتاجه، اتنين كمان خطوتين، تلاته اربعه، ابعد واحده انا هستخدمها مين؟ اللي هي رقم اربعه. يبقى انا دي اللي انا هقرر ان انا اشيلها، لان ابعد واحده عشان لما اجي احتاج واحد الاقيها، احتاج اتنين الاقيها، فده يقلل لي عدد البيج فول. يبقى احنا هنقرر نشيل مين دلوقتي؟ هنشيل اربعه ونحط مكانها مين؟ نحط مكانها خمسه، يبقى احنا كده حلينا مشكله خمسه. طيب واحد موجوده ما عنديش مشكله فيها، اتنين موجوده، تلاته موجوده، اجي بقى على اربعه الاقي ان هي ايه؟ ان هي مش موجوده. اختار مين فيهم؟ ممكن بقى اختار واحد، طبعا خمسه هختارها كمان خطوه واحده، فمش هختار خمسه دلوقتي، انا عندي واحد اتنين تلاته، ممكن اختار اي واحده فيهم واحط مكانها ايه؟ واحط مكانها اربعه. دي طلعت لي كام بيج فولت؟ دي طلعت لي 6 بيج فولت، قريب جدا من الـ من الـ من افضل عدد عندي اللي هو الـ5 بيج فولت اللي احنا ايه؟ اللي احنا قلنا عليه. لكن هل الالجوريزم ده براكتيكال، يعني ممكن استخدمه في الاوبريتنج سيستمز بشكل سهل؟ السؤال هنا تريكي شويه، لان هل البروسيس تقدر تقول لك الريفرنس سترينج ده مسبقا من البدايه، ولا اكشولي ده بيعتمد على البيهيفير بتاع اليوزر؟ يعني البروسيس ما بتبقاش عارفه بالظبط هي هتشتغل بأنهي ترتيب، طريقه التعامل بتاع اليوزر مع الابلكيشن هو اللي بيحدد لي الريفرنس سترينج ده، وبالتالي معلومه ان انا اشتغل على الادفانس دايما حكايه البرايوري انفورميشن اللي كنا اتكلمنا عليها في اكتر من مكان دي دايما بتحل المشكله، ولكن مش بتبقى براكتيكال ان انا استخدمها لان المعلومه دي ممكن ما تبقاش ايه؟ ما تبقاش افيلبل. وبالتالي لو الريفرنس سترينج كله موجود عندي مسبقا انا ممكن استخدم الاوبتيمال الجوريزم، لكن في معظم الحالات المعلومه دي ما بتبقاش ايه؟ ما بتبقاش متوفره. عشان كده الناس قالت لك طيب بدل ما هنبص على الفيوتشر ما تيجي نبص على الباست، نبص على التاريخ بتاع البروس نفسها كانت بتستخدم ازاي. يعني كل لما البروسيس تستخدم فريم معين او تستخدم بيج معين كتير ده بالنسبه لي مهم، لا خليه عندي ما تعملوش ايه؟ ما تعملوش ريبليسمنت. في عندنا الجوريزم اسمه least recently used algorithm، يعني الفريم اللي هختار اللي انا اشيله هو اقل فريم استخداما عندي في الايه؟ في البروسيس. تعالوا نشوف الالجوريزم ده بيشتغل ازاي. الالجوريزم ده بيحتاج ان سيادتك تو كيب تراك البروسيس نفسها تم استخدامها امتى، بحيث ان سيادتك تختار البروسيس اللي لم تستخدم لفتره طويله،
هي الفكرة كده، سيادتك تختار الفريم اللي لم تستخدم لفترة طويلة، هي دي اللي تشيلها وتحط مكانها حاجة تانية. وعشان كده عشان نعرف نعمل حسابات بتاعة الالجوريزم ده، لازم سيادتك تعمل لي ايه، تعمل لي جدول صغير كده تو كيب تراك التايم اللي الفريمز فيه استخدمت. فاحنا دلوقتي عندنا فريم 1 و2 و3 و4 و5، خلاص عايزين كده نابديت الجدول ده امتى كل فريم من دول تم استخدامه. هنشتغل على ايه؟ هنشتغل على 4 فريمز برضو، خلي المقياس بتاعنا 4 فريمز، وتعالوا نشوف الكلام ده هيتم ازاي. فسيادتك هتقولي الاول ايه، انا الاول هحتاج بيج 1 في التايم 0، يبقى انت هتعمل لود لبيج 1 والكلام ده حصل في التايم 0. طيب هحتاج الاول بقى بعد كده بيج 2، يبقى احتجت بيج 2 هعمل لها لودنج واحتجتها في التايم 1. بيج 3 يبقى 1 خلاص 2 خلاص، بيج 3 بيج 3 هعمل لها لود في التايم 2. بيج 4 هعمل لها لود في التايم 3، خلاص كده. طيب سيادتك دلوقتي احتجت بيج 1 تاني في التايم 4، فهي بالنسبة لي ما عنديش مشكلة لأن هي موجودة، لكن مهم جدا إن سيادتك دلوقتي إيه تأبديت التايمر بتاعها، إن أنا رجعت احتجت دي في التايم 4 تاني. طب وبيج 2؟ بيج 2 موجودة لكن احتجتها، رجعت احتجتها في التايم 5، وبالتالي بأبديت الإيه؟ بأبديت التايمر بتاعها. يبقى 1 ما عنديش مشكلة فيها، 2 ما عنديش مشكلة فيها، المشكلة دلوقتي تظهر عند مين؟ عند 5. أختار مين دلوقتي؟ 4 ولا 5 ولا 2 ولا 3؟ أنا بختار بناء على أقدم واحدة تم استخدامها. فأنت سيادتك شايف كده إن 1 دي كده 4 5، أقدم واحدة بالنسبة لي مين؟ هي 3، آخر استخدمتها آخر مرة في التايم 2 وأنا دلوقتي في التايم 6، وبالتالي سيادتك تختار البيج 3 هي دي اللي هشيلها وأحط مكانها إيه؟ وأحط مكانها البيج 5. وبالتالي البيج 3 اتشالت والتايم 5 حصل لها لود مكانها في التايم كام؟ ابدا بقى كيب تراك كده على التايمر بتاع ايه؟ بتاع 6. يبقى 3 اتشالت وبقت 5 مكانها ايه؟ في التايم 6. طيب بيج 1، بيج 1 موجوده بس هابديت الايه؟ هابديت التايمر بتاعها ان انا احتجتها في التايم 7. بيج 2 موجوده لكن هابديت التايمر بتاعها ان انا احتاجته في التايم ايه؟ في التايم 8. يبقى انت سيادتك شايف كده ان بيج 1 طول ما انا بستخدمها طول ما التايمر بتاعها بيابديت، وبالتالي الريبليسمنت بتاعها بيبقى ايه؟ بيبقى صعب، خلاص دي موجوده اليوزر شغال عليها بشكل مستمر. طيب يبقى احنا خلاص 1 خلاص و2 خلاص. اجي دلوقتي لبيج 3، بيج 3 مش موجوده عندي. اختار مين؟ في عندي 7 و8 و3 و6. أقدم واحدة في دول تم استخدامها هي 4، يبقى سيادتك هتشيل 4 وتحط مكانها البيج 3. البيج 4 كده التايمر بتاعها وقف، و3 حصل لها أبديت في التايمر كام؟ في التايمر 9. 3 حصل لها أبديت في التايمر 9. طيب أنا دلوقتي محتاج 4، أختار مين؟ 4 مش موجودة، فسيادتك هتقولي أنا عندي 7 و8 و9 و6. أنت سيادتك شايف دلوقتي إن إيه؟ إن 5 هي أقدم واحدة فيهم، وبالتالي سيادتك هتشيل 5 وتحط مكانها 4. كده الكاونتر ماليش دعوة بالمستقبل، ما تتلخبطوش تقولي ما أنا هختار 5 كمان خطوة، المعلومة دي مش موجودة عندي في الألجوريزم ده، المعلومة دي كانت موجودة في الأوبتيمال، أنا هنا ببص على الهيستوري على اللي فات بس. يبقى 4 التايمر بتاعها هيقف وهتيجي مكان 5، يبقى البيج 4 حصل لها لود في التايم كام؟ في التايم 10. طيب انا دلوقتي عايز البيج 5، اختار مين؟ عندي 7 و8 و9 و10. انت سيادتك شايف دلوقتي ان اقل واحده فيهم مين؟ اقل في واحده فيهم 1، يبقى انت 1 طالما ما استخدمتهاش لفتره طويله، كان عليها اكتيفيتي وكنت بابديت التايمر، لكن شويه كده سيادتك نسيتها ما عادش بتستخدمها خالص، فايه اللي حصل؟ اللي حصل ان التايمر بتاعها بقى هو اقدم واحد عندي في السيستم، وبالتالي سيادتك تقول لي ايه؟ ده انا مكان بيج 1 هحط مكانها 5 وهوقف التايمر، والخمسه هعمل لها ابديت، كان المفروض نعمل ابديت من دي من زمان، وهعمل لها الابديت بكام؟
هعملها ابديت ب 11. يبقى انت مهم جدا ان انت البيج لو لم تستخدم لفتره طويله بعد شويه بتبدا يطلع عليها الايه؟ عليها الدور. اكشولي الالجوريزم بتاع least recently used ده الاكثر شيوعا والاكثر استخداما في الايه؟ والاكثر استخداما في الاوبريتنج سيستم. انت سيبت كده لو فتحت ابلكيشن وسبته لفتره طويله موجود في التاسك بار تحت من غير ما تشتغل عليه، اوتوماتيك كده لما تيجي، والكلام ده قلناه قبل كده، اوتوماتيك لما تيجي تشغل وتشغل الابلكيشن ده ليه بياخد وقت طويل جدا عمال ما يحصل له لود؟ ليه؟ لان انت ما استخدمتوش لفتره طويله، فالاوبريتنج سيستم بالتايمر، بفكره التايمر اللي احنا قلنا عليها دي، شعر ان انت ما فيش اكتيفيتي عليه وبالتالي شاله من الايه؟ شاله من الميموري. طيب ده كده موضوع الفيرتشوال ميموري يا شباب، وكده ده يخلص موضوع الميموري مانجمنت. شكرا جزيلا يا شباب.